ومن هنا البداية، يعني هو كان فيه تعقيب الأستاذ فتحي بارك الله فيه، لكن احنا أشرنا إلى أن التنمية هي استراتيجية عامة فيها تشترك فيها جهود الأهالي والحكومة. احنا هذا كطرح أكاديمي، لكن احنا خارج المربع الأكاديمي نبغى نتكلم بواقعية. أنا صح تخصصت مثلا في مجال معين في الهندسة، لكن الآن لا أمتلك المركز المالي لأنني نقدر نشتغل في المجال اللي أنا متخصص فيه. يمكن نشتغل في عمل تاني لأن نوفر المركز المالي بعدين نرجع لتخصصني ونفيد بلادي في المجال اللي أنا فيه. لكن المهم جدا أنني ما نقعدش في موقف المتفرج. مهم جدا أنني لازم من التحرك ولازم من العمل. بعدين كون أن الإنسان أحيانا قري في مجال معين، يمكن لما اشتغل في المجال التاني في مجال آخر كاين احنا اغلبها يولي مهندس ودكتور، يعني حتى الثقافه نزرعوا فيها في عقول ابنائنا، يعني هو قال بتولي يقول مهندس ولا دكتور، هو قال مهندس شيني مش معروف حتى مهندس شيني، لكن احنا نخسر عليهم في اموال. الاستراتيجيه العامه للتعليم مش موجوده، ما فيش توافق ما بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل اصلا. هي ما فيش بيئه منافسه متكافئه في سوق العمل، لحتى لان اللي بيشتغل ما فيش بيئة منافسة متكافئة الآن. يعني كثير من المراكز المالية تدمر بسبب عدم الاستقرار في أسعار الدولار وفي كذا القفزات هذه اللي تصير في السوق فيتأثروا بها، وفي ناس تصير لها انهيار. نعم، فالعمل هو استراتيجية متكاملة. هو تعقيبا أستاذ الدكتور أو الدكتور فتحي الفاضلي، هي من التسلسل، من الطبيعي أن شخص من الشام من الشهادة تحصل شهادة جمعية ويتعين في الدولة، يقول لك مرات أنا ما نبيش ندير مشروع، أنا حلمي نبي نتعين أو طموحي نبي نتعين في الدولة ونبي نطور نفسي. هو ما يقتصرش الموضوع عليه نكون مثلا موظف عادي فقط، لربما نكون مسؤول. عندنا اتجاهين، احنا عندنا اتجاهين بعد وقت، يعني في تعليم مهني وفي تعليم اللي هو يكون باحث وأكاديمي ويبي يستمر في حلقة البحث العلمي. هذا راهو هذا اتجاه بروحه وهذا طيب اتجاه بروحه. طيب نتكلموا بشكل كبير على اتجاه لسوق العمل. نعم، لما نتكلم على اتجاه لسوق العمل، انت سالتني عليه ان الانسان ممكن يرغب في انشاء مشروع صناعي وما عندهاش المركز المالي. المركز المالي مش لو حطيت عقبه من الاول امامك مش حتقدر انك انت تبدا في شيء، لكن يمكن تشتغل في مؤسسه معينه توفر منها مركز مالي وتقدر تبدا. ممكن تبدا بحاجه ثانيه مختلفه بعدين توصل للنشاط اللي انت تبيه. فاحنا نبغى ناخذه في طريقه مباشره وفي طريقه غير مباشره. الطريقه المباشره يبي انتظار وتعويل على ان الحكومه ترسم الاستراتيجيات والرؤى وكل شيء، وهذا امر مطلوب وهذا امر يتمناه اي انسان، ان يكون في دوله تشتغل وفق استراتيجيه. مش احنا حتى الوزراء نحطوا فيهم بالجهويه وبالمناطقيه وبسياسه خاطئه اصلا، يعني حتى تكليف اللي عليه راس الهرم التنفيذي في اي وزاره يتم بطريقه مش بطريقه الاكاديمي اللي هو خدت تسلسل من انه هو موظف لرئيس وحده لرئيس قسم لمدير اداره لرئيس مؤسسه معينه لن وصل لانه هو في اعلى الهرم. فهنا في خلل. نعم، لكن احنا ما نبوش نقعد نتكلم على ان الدوله مفروض تدير ومفروض تاسس ومفروض هذا امر مسلم به، وفي ادرج الوزارات من المقترحات ومن الخطط والاستراتيجيات ما الله به عليم اللي ناس قعدت تكابي عليه ليالي وايام وهي ترسم فيه باش تقدمه لمسؤول بعدين حطه في الدرج. يعني وهذا موجود وهذا واقع. وهل انا نعرف واحد اكاديمي كان يشتغل في مركز بحوث صناعيه عاد دراسة لما جاء يقدمها في السابق للنظام السابق استهزؤوا بها، من هذاك اليوم عاش توجه لأي اتجاه في الدولة. هو صاحب نشاط صناعي الآن، صاحب نشاط صناعي الآن، لكن سيب البحث الأكاديمي وصل لانهيار. لأن الإنسان رأوا لما بيشتغل وبيضحي وبيحترق وبيقدم دراسة ويلقى في الطرف الآخر معول هو على القبول، احنا ما نبوش نعوله على القبول. مفروض يكون فيه استراتيجية للتنمية. هذا أمر مسلم به، أمر بديهي. ما تطرقت لاش نهائيا، لأن احنا نخاطبوا في شاب ليبي. الشاب الليبي هو الآن أمام واقع. احنا ما نقولش لازم يتغير الواقع باش انت تقدر تحقق تكون جزء من التنمية، لا، لازم تتفاعل مع هذا الواقع. جبت الوظيفة وقدرت تطور نفسك فيها وكانت هذا جانب كويس.
ما جتش هي يمكن انك انت متخصص. بعدين اصلا نقول لك هي الدوله فيها من الموظفين ما الله بعليم، يعني راه مش من سياسات اي دوله ان هي بتوظف جميع الخريجين في القطاع العام، لا هي توفر البيئه النجاح للقطاع الخاص بحيث انه هو يستوعب الخريجين. اما هذه السياسه العالميه، لكن احنا كنا بنتوظف في الدوله ما تجيش ميزانيه الدوله تول ما تجي الباب الاول فيها مثقله بالمهايا والمرتبات في الباب الاول. نعم. علاش مدايرين باب في التنمية في الميزانية؟ أنت عندك باب في المهايا والمرتبات، باب في الميزانية التسييرية، عندك في باب في التنمية. أي. لإنشاء المشاريع التنموية لاستيعاب المخرجات هي. نعم. مش كلها بتولي موظفين في الدولة هي.